دور الخطباء في هذا الموضوع شيخ صالح لو تكرمتم؟ نحن للأسف أشد الأسف من هذا، وقد أشرنا إلى أن هذا ناتج عن تقصير طلبة العلم. كثير من الدعاة وكثير من الخطباء لا يركزون على هذه الأمور، على تعليم الناس أحكام دينهم وأحكام عباداتهم وبيان ما يحرم عليهم وما يكره في العبادات وما يبطل العبادة، لا يهتمون بهذه الأمور، وإنما يشغلون الناس بكلام عام أو كلام بعيد عن محيط الحاضرين ومحيط الناس، وليس لهم فيه أي مجهود ولا يستطيعون تغييره، يشغلونهم بأمور لا يستطيعون تغييرها ولا يستطيعون التأثير فيها، ويتركون ما الناس بحاجة إليه في أمور دينهم ومعاملاتهم وما هم واقعون فيه. فالواجب على الدعاة وعلى الخطباء وعلى المعلمين والمدرسين أن يعتنوا ويركزوا على ما ينفع الناس في دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم حتى يكونوا على بصيرة من أمر دينهم. نعم، جزاكم الله خيرا. ربما يعتقد بعض الخطباء شيخ صالح أن الاستماع إلى الأخبار والتعليق عليها أثناء الخطب، يعتقدون أن هذا من الأمور الهامة، بينما الناس في حاجة كما تفضلتم إلى التفقه في أمور دينهم. لعل للشيخ صالح توضيح حول هذا. نعم، هو الذي حمل كثيرا من إخواننا الدعاة والخطباء على تناول الموضوعات العامة والأمور الدولية، الذي حملهم على هذا الغيرة على الإسلام لا شك، وهم يريدون الخير، ونحن نعتقد ونجزم أنهم لا يريدون الخير، ولكن نقول لهم الناس بحاجة في أنفسهم إلى أن يتعلموا أمور دينهم وأمور عباداتهم ومعاملاتهم وما هم واقعون فيه من الأخطاء، فالواجب المبادرة والتركيز على هذا، على هذه الأمور، ولا بأس أن الإنسان في بعض الأحيان أو في بعض المناسبات يتناول شيئا مما يهم المسلمين وينبه هم على الأخطار المحدقة بهم، لا بأس بذلك، لكن أن تجعل كل الخطب وكل المحاضرات والندوات في الأمور العامة ويترك جانب الدين وجانب تفقيه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وأمور دينهم وتنبيههم على ما هم واقعون فيه من الأخطاء، هذا لا شك أنه خلل في التعليم وخلل في الدعوة. نعم، إذن هناك توازن، الشيخ صالح يدعو إلى التوازن والعمل. نعم، إلى التوازن وإلى البداية بالأهم فالأهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.